خطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة سووها الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا. مناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيلة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، اتخاذ الإجراءات التنفيذية